هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يقال إن كل صناعة البشر من سيارات وطائرات أنها مخلوقة كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون؟ وهل عندك شك في هذا؟ هل في هذا الكون شيء ما هم من خلق الله؟ كله من خلق الله، والله يلهم البشر في صناعته وتحضيره، ويلهمهم كيف يستخدمونه وكيف يستعملونه لمصالحهم. نعم.